أرزيك. ودليلنا على الدين شرح لنا عن هذه الصخور، وحسب ما قاله رواية هذه الصخور نحن تعرفنا عليه من رون وايت وصديقه ديفيد بازيلد. توجد منها 5. هذه صخور أنجر، الأربع متوجهة إلى المركز والذي يشرف على أرارات. فكرة جيدة، الناس أرادوا أن يفهموننا بأن هذه الصخور الأنجر جلبت من سفينة نوح. نعم، أن رون ذكر بأن هذه الصخور شبيهة بصخور الأنجر التي اكتشفت في قاع البحر الأبيض المتوسط، لكن هذه الصخور أكبر بكثير. هذه الأنواع من الأنجر يسمونها الأنجر السابع أو العائم، ولها فتحات في الأعلى مخصصة لربط الحبال، حيث كانت تربط بجانبي السفينة وترمى في المياه. وعندما يرتفع منسوب المياه وسفينة نوح تريد الانعطاف، هذه الصخور تحافظ على استقرارها. كانت تتحرك بموازاة السفينة، وكانت تحافظ على موازاة السفينة خلال الأمواج العاتية. الأنجر السابع ليس الهدف منه لموازنة السفينة، بل للحفاظ على مسير السفينة باستقامة. صدقوني إن مثل تلك السفينة الضخمة لا يمكن أن يسيطر عليه بواسطة المقود أي رجل مهما كان قويا حسب التكنولوجيا الموجودة في تلك الفترة، لأن تلك السفينة لا يمكن أن يكون لها مقود. الأنجر السابع استخدم قديما في السفن، وأن سكان القرية يعتقدون بأن هذه الأنجر استخدمت في سفينة نوح. أنتم تعتقدون بأن هذه الأحجار استخدمت في سفينة نوح؟ نحن هذا ما سمعناه، بأن هذه الأحجار كانت موجودة في سفينة نوح. على هذه الأحجار منحوتة 8 صلبان، وهناك معتقد بأن هذه الصلبان تمثل نوح وعائلته. عندما شاهد رون وايت ولأول مرة على اكتشاف ديوري بينار، قال بأنه شبيه جدا ببقايا السفينة. وللوصول إلى الحقيقة كان من المهم جدا إزالة طبقة التراب العليا. في عام 1977 طلب رون وايت موافقات رسمية من الحكومة التركية لإجراء البحوث والتنقيبات، والنتيجة كانت سلبية. وفي هذه الأيام أيضا يمكن القول بأن الحكومة التركية غلقت كل الطرق أمام الباحثين والسواح. عندما كنا في متحف ديوري بينار وكنا واقفون فوق التل وننظر إلى المشهد، أصبحت لدينا الرغبة للنزول إلى الأسفل للمسه وتصويره، لكن مرشدنا قال لنا بأنه ممنوع، وأرانا المرصد العسكري الذي أمامنا وحذرنا، وقال احتمال أثناء النزول يرموننا أو يعتقلوننا. ففكرنا بما أنهم يمنعوننا، إذن هناك شيء مخفي. فريقنا كان يتكون من المدير والمصور وفتاة واحدة صاحبة الفكرة، فاقترحت أن تنزل وحدها متأكدة بأنهم سوف لن يطلقون النار عليها ومن الصعب أن يعتقلونها. لكن الرجال قرروا أن لا يعرضوا حياة مؤلفة الفيلم للخطر لأنهم بحاجة لها، فكان من المهم أن يبقى أحدهم فوق لتقديم المساعدة فيما لو اقتضت الحاجة. فنزلوا المصور هاغوب وأرميني. أرميني المفروض عليها أن تتحذر باعتبارها سائحة وكانت قد دخلت في مكان خاطئ، أما المصور هاغوب كان المفروض جهد الإمكان أن يبدأ بالتقاط الصور ودراسة نموذج ديوري بينار. ولحسن الحظ كل شيء انتهى على ما يرام، وبسبب مغامراتنا والمخاطر التي تعرضنا لها أنتم أيضا أصبح بإمكانكم أن تشاهدون عن قرب ما شاهدناه نحن.
عام 1978 على مارون وايت من الأخبار بأن هزة أرضية ضربت شرق تركيا. وعندما شاهد رون منطقة ديوربينار بعد الزلزال انصدمه، كل الدمار كان يمثل بحطام السفينة. الزلزال لم يكن قد أذى المنطقة، بل العكس، كان قد أزال طبقات التراب وأبرز حافة السفينة وأعطاه المشهد الذي ترونه الآن. الزلزال أحدث شقا آخر على طول السفينة، مما أتاحت الفرصة أمام رون لأن يأخذ عينات من الشق، ولأغراض المقارنة أخذ عينات أخرى من الجوانب أيضا. أثبتت الفحوصات بأن العينات التي أخذت من الجوانب تحتوي على 1.88% كربون، أما العينات التي أخذت من الشق فتحتوي على 4.95% كربون. ما زال كان من المهم جدا عدم إيذاء المنطقة التي تجرى فيها البحوث والتنقيبات، لذا قرر رون صنع جهاز وأداة معدني ليستخدمه في بحوثه. واستنادا لاستنتاجاته استبعد رون على أن تكون جوانب السفينة وعلى طولها مغطاة بشبكة معدنية. المكان الذي كانت الأداة تتذبذب فيها كان رون يضع مكانها أحجار، وبعدها قام بتوصيل شريط أبيض بين الأحجار، وبعد الانتهاء حصل على شكل السفينة من خلال الشرائط الموصلة بين الأحجار. من خلال الكشف تمكن رون من مشاهدة السفينة بأعماق مختلفة. على شاشة الجهاز ظهر صورة السفينة الضخمة. استنادا إلى نظرية رون، السفينة في السابق كانت مستقرة على السفح العلوي للجبل، وبعدها وبواسطة تيارات الحمم البركانية انزلقت متكية على جنبها إلى الأسفل. الأجزاء المتعرضة للتيارات المائية كانت ناعمة، كما يفترض رون نظريا بأنه بعد فترة البراكين المتواجدة في الغرب ثارت، وأن كميات الحمم الكبيرة وصلت إلى السفينة وخلعت الجزء العلوي وانزلقت مع الحمم إلى الأسفل. بعد بحوث رون بعشرة سنوات وفي ديسمبر من عام 1986 أعلنت الحكومة التركية رسميا بأن النموذج الشبيه بسفينة نوح هي فعلا سفينة نوح. الافتتاح المهيب كان في 20 يونيو من عام 1987. تم التباحث هناك حول الصور الموجودة في مركز السياحة، بما أنه كل شيء مكتشف كان حديثا للناس، لذلك ترجى المحافظ من رون وايت لشرح وعرض ما مخفي تحت الأرض من خلال جهازه للصحفيين. قرر المحافظ ليكون فريق التصوير الأمريكي بعيدا عن الموقع لعدم تصويره عملية الكشف والشرح، سمح فقط من الاقتراب المصور التركي وبعض العسكريين وبعض الضيوف. لماذا تصرف هكذا؟ غير معلوم. أثناء الفحص فجأة لاحظ رون بأن الجهاز سجل شيء غريبا، فأمر المحافظ أحد الجنود لحفر المكان الذي أشار إليه رون، فإذا بقطعة خشبية متحجرة متوسطة الحجم أخرجوها من الأرض. كل الحاضرين كانوا مرتبكين، فقال المحافظ لرون أن يأخذ القطعة الخشبية إلى الولايات المتحدة لغرض إجراء الفحوصات المختبرية عليها. هذه المراسيم عرضت من خلال كل القنوات التركية. سلم رون القطعة الخشبية المتحجرة إلى أحدى أفضل المختبرات الأمريكية، وكان من المهم التأكد إن كانت تحتوي فيها على كربون عضوي أم لا، أي هل هي حجرة أم خشبة متحجرة. الفحوصات أثبتت بأن مكونات الكربون العضوي فيها أكثر بمئة مرة من الكربون الغير عضوي. لم يكن رون أول من اكتشف تلك المنطقة، لكنه الأول والوحيد من اكتشف وحدد منطقة ديوربينار هي بقايا سفينة نوح. هكذا يعتقدون الأغلبية، لأن إثباتاتهم قيمة جدا بحيث بإمكانهم من إقناع بأن بقايا ديوربينار هي بقايا سفينة نوح. من تلك الإثباتات مثلا
أسماء تلك المناطق المأهولة تشير أما إلى الطوفان العالمي أو إلى قصة سفينة نوح. احتمال هذه من باب الصدفة، وإن كانت غير صدفة فإن كثير من مناطق أرمينيا التاريخية لها نفس الأسماء حتى في إيران والشرق الأقصى. ففي هذه الحالة هل هناك من يثبت لنا أيهما الحقيقة؟ إثبات آخر مهم عندما أثبت